عودة مشاهدينا إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس وإلى الشأن الخارجي، حيث أكد الرئيس السوري بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة أن سوريا تواجه عدوا إرهابيا تكفيريا لم يعرف له التاريخ أو لم يعرف له التاريخ مثيلا في الغدر والحقد والكراهية، ومن ورائه أطراف عديدة إقليمية ودولية تسعى منذ سنوات للسيطرة والهيمنة على المنطقة بأسرها. وخطب جيشه قائلا: إنكم تسطرون ملحمة من ملاحم المجد. في سياق متصل أفادت وكالة سانا السورية للأنباء بأن 60 مدنيا قتلوا في غارات نفذها طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في ريف دير الزور. دكتورة غدا، ما تقييمك لدور الجيش السوري في حربه ضد الإرهاب؟ بصي، أيام الجمهورية العربية المتحدة، لما أيام عبد الناصر، لما كان مصر في وحدة مع سوريا، كان الجيش السوري هو الجيش الأول، والجيش التاني اللي هو بتاعنا دلوقتي. يعني إحنا عندنا الجيش التاني والجيش التالت، ومش كتير بيسألوا الجيش الأول ده فين. الجيش الأول هو الجيش السوري، ودي ميزة إن الجيش السوري جيش قوي نظامي، ما هواش مرتزقة زي الجيش الليبي وزيهم برضو، أو قبلي زي جيش العراق. وده كان أحد أسباب تحطم وتدمير العراق وليبيا. لكن لأن الجيش السوري جيش نظامي وكان من أحسن الجيوش العربية، فعلشان كده قدر يصمد كل هذا الصمود. علشان كده أنا دايما بأستفز جدا من الناس اللي بتبقى، طبعا هي غرضها كويس، اللي بتطلع على الفيسبوك وتقول لك يا اللي بتشتكي من الغلا ومش عارف ايه، تخيل بقى لو داعش كانت دخلت وبنتك بقت جارية ولا مراتك ولا أختك، فما تقعدش بقى تشتكي من الغلا، أحسن تبقى زي سوريا والعراق. المقارنة دائما ده إهانة لجيشنا المصري لقواتنا المسلحة. الكلام ده إهانة لقواتنا المسلحة. يعني إيه؟ يعني داعش هتدخل تسبي نسائنا والجيش قاعد يتفرج، الجيش المصري قاعد يتفرج؟ إيه الكلام الفارغ ده؟ يعني الناس اللي بتبقى كل همها إنها تطبل، خلوا بالكم أنتوا بتهينوا جيشنا في حاجات كتيرة قوي بتقولوها. فالجيش السوري يعني يرفع له القبعة إن هو صمد كل هذا الصمود. بقول لك ده كان من أقوى الجيوش العربية. وإحنا النهاردة جيشنا، الجيش المصري طلع من المرتبة الـ 12، بقى النهاردة من أحسن 10 جيوش في العالم. فما حدش يجي النهاردة يقول لي ما تشتكيش من الشؤون الداخلية، أحسن تبقي زي سوريا والعراق. لا، ما أقبلهاش. لما يبقى جيشي الجيش نمرة 10 في العالم، ده أنا أشعر بالفخر، أشعر بالفخر جدا. ولا داعش ولا 600 داعش تقدر إنها تدخل مصر.